السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. النهارده هعمل معاكم طريقة الكنافة، الطريقة الأصلية بتاعتها، الطريقة بتاعت زمان اللي ريحتها وطعم جنان. هعملها النهارده معاكم بطريقة سهلة وبسيطة جدا وطعمها هيعجبكم جدا. تعالوا معانا نشوف الطريقة. مبدئيا كده هعمل السيروم بتاعي الاول عشان اسيبه يبرد ده لما اعمل الكنافه بتاعتي. تمام. معايا هجيب كوبايتين من السكر. بسم الله الرحمن الرحيم. دي كوبايه، هحط فيها كمان كوبايه، احط عليهم كمان كوبايه ميه. كوبايتين من السكر احط عليهم كوبايه ميه. حط عليهم كوباية مية. بسم الله الرحمن الرحيم. وهقلب الحاجات دي كلها مع بعضها. وهدوب السكر كده مع المية. بعد كده هحطه على النار. هحط على النار شويه، فوق على النار شويه لحد ما قوامه يتقل، وبعد كده هسيبه بقى يبرد عشان المكونات تطلع سخنه من النار هحطها عليه. تاني خطوه معايا هعمل الكريمه بتاعت الحشو بتاع الكنافه. تمام. عندي هنا 3 كوبايات حليب على البارد، احط عليهم 3 معالق من النشا، 3 معالق كبار من النشا. بسم الله الرحمن الرحيم. تمام كده. كمان هحط عليهم 2 معلقة كبار من الدقيق. الدقيق بيدي قوام حلو قوي للكريمه، ده قوام جميل كده ومتماسك ممتاز. هقلب الحاجات دي كلها كده على البارد. وبعد كده خلاص المكونات كلها دابت مع بعضها هرفعهم على النار. هرفعهم على النار، وبعد ما يرفعهم على النار هحط عليهم 2 معلقة كبار من القشطه. هرفعهم على النار وبعد كده ارجع لكم. خلاص كده يا حبايبي عملت الكريمه بتاعتي، عملتها بالشكل ده. بعد ما حطيتها على النار وقلبت معايا حطيت عليها 2 معلقة من القشطه عشان تعزز الطعم معايا، وكمان حطيت عليها شويه فانيليا سايبه عشان خاطر تديها ريحه وطعم حلو. يعني انا كده حطيت عليها 2 معلقة قشطه كبار عشان تعزز الطعم معايا، والفانيليا عشان تديها نكهه حلوه، وحطيت كمان 2 معلقة زيت عشان القوام القوام بتاعها. هسيب الكريمة بتاعتي تبرد بقى شوية وتهدى، بس هغطيها عشان خاطر ما تعملش طبقة كده من على الوش قشرة. هغطيها معايا واكمل بقى. شوف هنعمل ايه بعد كده. تمام. معايا الكنافة بتاعتي، معايا 1/2 كيلو من الكنافة زي ما انتوا شايفين كده، بس قصاها انا بالشكل ده. تمام. 1/2 كيلو من الكنافة هحط عليهم كوباية زيت، كوباية سمنة. خلاص كده حبايبي 1/2 كيلو من الكنافة زي ما انتوا شايفين متقطعين كده مقصقصاهم بالشكل ده.
احط على النص كيلو ده هحط عليهم معلقتين كبار سكر بودر. بسم الله. ليه السكر ده؟ السكر ده بيديها طعم حلو وبيخلي الكنافة ما بتدخل الفرن الكنافة كلها الشعيرات بتاعت الكنافة كلها بتمسك مع بعضها. لما الكنافة بتدخل الفرن السكر بيتكرمل مع الكنافة بيديها لون حلو بيخليها تتماسك مع بعضها. تمام. واحط عليها كمان كوباية سمنة بلدي. بسم الله الرحمن الرحيم. واقلب الحاجات دي كلها مع بعضها. يعني طبعا لازم ايه، لازم الكنافة كلها تتشرب من السمنة. نعم انا هتعامل بايدي، هي الخطوة دي مهمة، لازم اقعد ابس فيها كده لحد ما الكنافة كلها تتشرب ايه من السمنة. بالشكل ده. حلو. تمام. جبت الصينية بتاعتي كده دهنتها بالسمنة زي ما انتوا شايفين. تمام. وهحط الطبقة اللي بتاعتي انا بتاعت هعمل طبقة تحت بتاعت الكنافة. تمام. بسم الله الرحمن الرحيم. هعمل طبقة كده، الطبقة الاولانية اللي هي قبل الحشو. لازم اسويها كده عشان خاطر كلها تبقى ايه، تبقى سوا واحد بالشكل ده. تمام كده. بعد كده هعمل ايه، هعمل كده من فوق كده حرف كده عشان خاطر تبقى زي ايه، لما اجي اقلبها تديها شكل حلو قوي في التقديم بتاعي. بالشكل ده. تمام كده. وعشان ما احط الكريمة بتاعتي ما تطلعش ايه، وهي اقطعها وانا بقدمها ما تطلعش الكريمة، ما تطلعش معايا في التقديم.
خلاص بالشكل ده هحط الكريمة بتاعتي. بسم الله هحط طبقة الكريمة بتاعتي. بسم الله الرحمن الرحيم. هوسعها بقى بالشكل ده. طبعا نسيت اقول لكم ان الكريمه وانتوا بتعملوها ما تحطوش فيها سكر، لان طبعا احنا حاطين في الكنافه سكر بودر، وبعد والعسل بتاعنا اللي هو السيرم بتاعنا، طبعا لو حطينا سكر اكتر من كده تبقى مجزعه زياده عن اللزوم. تمام، هسيبها بقى تبرد. هسيب طبقه الكريمه دي تبرد معايا عشان خاطر وانا بقطعها تدينا قوام حلو وتبقى متماسكه معايا في وانا بقطعها في التقديم. خلاص كده حبايبي سبتها لما بردت، سبت الكريمه بتاعتي لما بردت شويه، وبعد كده حطيت الطبقه الثانيه الاخيره عليها. تمام، انا سبتها تبرد شويه، سبت الكريمه تبرد شويه عشان اعرف احط الطبقه الاخيره عليها، وبعد كده لما اضغط عليها كده الكريمه ما تطلعش ايه، ما تطلعش معايا. سويتها بالشكل اللي انتم شايفينه ده، بس عندي الفرن مشغلاه على درجه حراره عاليه، هدخلها الفرن لمده 20 دقيقه بالظبط. وبعد كده هبص عليها، لو لقيتها اتحمرت من الجوانب بتاعتها كده هطلعها من الفرن واشغل عليها الشوايه، بس الوش بتاعها يتحمر. دخلها الفرن، وبعد ما تطلع من الفرن هوريكم الشكل النهائي بتاعها عامل ازاي. كده حبايبي طلعت من الفرن، شايفين اللون بتاعها عامل ازاي، لونها جميل جدا. اما خلاص تبتدي تطلع من الحروف كده يبقى خلاص كده استوت من تحت. تمام، هحط عليها السيروم بتاعي. بسم الله الرحمن الرحيم. هي طبعا الكنافه بتبقى سخنه، فهحط عليها السيروم، وهو يعني لا يبقى بارد ولا يبقى سخن قوي، بيبقى دافي. تمام، هبدأ احط السيروم بتاعي. بسم الله الرحمن الرحيم. ريحتها مش قادرة اقول لكم، ريحة السمنة البلدي معاها تحفة حكاية. خلاص كده هحط، اسيب بقيه السيروم بتاعي عشان اما اقلبها هحط عليها السيروم في الجنب التاني. خلاص كده حبايبي قلبتها. هشيل بقى الصينية بتاعتي. بسم الله الرحمن الرحيم. لا سخنة قوي. خلاص انا قلبتها بالشكل ده، كانت سخنة جدا. حط بقى بقية السيروم بتاعها. خلاص كده بالشكل اللي انتم شايفينه ده،
بحبها تبقى مقرمشة كده. شايفين الشكل بتاعها عامل ازاي؟ شايفين؟ تحفة بجد، طعمها جميل جدا ولونها جميل جدا وريحتها جميلة جدا. كده خلصت الوصفة بتاعتي النهاردة، الكنافة بالطعم الأصلي بتاعها، بتاع الطعم الأصلي بتاع زمان، أحسن من بتاعة المحلات بزمان. ريحتها وطعمها بجد تحفة، عملوها بكل الحركات والتكات اللي قلتلكم عليها، هتعجبكم قوي. ولو عجبكم الفيديو بتاعي ياريت متنسوش تعملوا لايك وتشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد. أشوفكم على خير في فيديو جديد إن شاء الله.